المهرجان من هنا كنعاود نشكر الوزاره ديال السي محمد خوش الغداري سعيد خوش الغداري. حنا دابا عندنا مهرجان، هذا المهرجان مشكوره وزاره الثقافه على الدعم ديالها مشروط دعم كبير باش نديروا هذا الاسبوع وكنحتفلوا تيقول لك عيد الميلاد. حنا في اسبوع ديال عيد الميلاد كنقدموا فيه ندوات، عندنا افتتاح المعرض نهار الاثنين ان شاء الله، معرض كيحكي هاد 50 سنه بصور بهذا بهذا مزيان، وعندنا كل نهار عندنا ندوه وعندنا اعمال مسرحيه وعندنا سهره كبيره في الهواء الطلق، معنا فنانين كبار في نفس السياق ديالنا، معنا الاخوان ديالنا في اسفي اصدقاء ديالنا سي جمال الزرهوني الرباح ديالو، معنا خالد البوعزاوي، معنا المخاليف اليوم من اخترتوا الصعيد الوطني يعني ماشي يعني لا ومرجعيه، حيت هاد الناس منهم حنا كنهلو، اذا هادو هما المرجعيه ديالنا اللي كتاخذ الغيوان، المرجعيه ديالهم تاكناويت تاخذ جلاله، المرجعيه ديالهم هما الملحون، يعني حنا المرجعيه ديالنا عيطه ويعني حتى التقديم هاد الاجواء اللي هي احتفاليه هاد باعتبارها عراسيه، بحال وليو غنديروا عفوا غنديروها في دارنا ولا غنديروها في هذا، كنديروها باش كاع حبابنا ما كرهناش نعرضوا على كل شيء، وهذا الشيء نديروه في المغرب كله هنا 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 هنا، ولكن عبر هذه المنابر الاعلاميه كيوصلهم صدانا وكيحتفلونا ولو بقلبي وذلك اضعف الايمان. كي الناس تيحبونا ولكن مناش من خلال الصدق باش تستمر 50 سنه، 50 سنه ملي كتقسمها راه فيها خمسه العقود، وتتعرف انتم تتعرف على ان كل عقد راه كيعطيك جيل، وكل جيل خاصك توجد له خطاب وتتعامل معاه، وكاينين هزات وكاين الوان وكاين شباب، تخاطب الكهول وتخاطب الشيوخ وتخاطب الاطفال وتخاطب الشياب، راه خصوصا حنا كنساء تقدى للمسرح والفنون الشعبيه، الا بغيتي تخاطب اخطر ما كاين في الكتابه المسرحيه التعامل مع الطفل. فهمتيني؟ حنا كتقدى يعني في اغانينا ولا في هذا كنحاولوا باش نخدموا على الجميع كل شيء، ولكن بصدق، ملي كيكون الصدق راه الطفل الصغير كيحاول يشوف فيك، هذا هو ما غنقولش لك السر في الاستمراريه، السر دائما في الاستمراريه كتضمنها الثقه، العلاقه الطيبه، تنازل، طلب توافقات، دير هذا ذاك الانسلاخ على الذات، تتمحي الانا، هذا بين هذا، عاد كتشتغل في الجو العائلي، عاد كتخلص الميدان اللي انت فيه، او كتخلص الناس اللي انت كتوجه لهم الرساله، او لا يعقل راه فن كاينين الناس مثلا كطلع انت فوق واحد هذاك الركح، راه الناس راه هذاك الجمهور راه فيه تقاطيره فنان ناس كذا كذا، ماشي انت هذاك جا انا باش ندخل عليه السرور والفرحه وباش يعيش معايا واحد اللحظات خاصني نتشاركها معاه. انت مغربي تكونين اولا حنا مغاربه، ثم اننا حنا الوقت الراهن، حنا دائما من قديم الوقت الراهن، حنا كمغاربه كنضربوا على هذيك تا مغربيت، هذيك تا مغربيت اللي حنا عبر السنين ولا 14 قرن وهذاك كمغاربه واقدم، دابا الناس اخرين كيجيو باغيين يخطفوا لنا هذيك تا مغربيت، لهذا ندافع على تا مغربيتنا، تا مغربيتنا راه حضور، تا مغربيتنا راه تقاليد، عادات، أربعاد الفصول في هذه البلاد، لباسنا، حياتنا، النكته ديالنا، حوارنا، يعني الكرامه اللي كاينه عند المغربي يا اخي. المغربي في الباديه في هذا في هذا، يعني واحد شي حاجه عاده خلقنا وابداعنا، راه ايقاعاتنا الى خديتيها الهواري فين غتلقى؟ راه كاين دول مثلا اللي عندها واهلي وشناهي، ولكن كتلقى عندها رقصه او واحد اللون اللي عندها. حنا اش من الوان فهمتي؟ غير اللي كتاخذوا في المهرجان الفولكلور مراكش، تبارك الله راه عجيب غريب.
عاد انا تنهضر معاك. انا اصولي امازيغيه، كنبحث في الامازيغيه وفي تراثنا وفي هذا الهواريش هكذا كنهضر فيه نكتب به فهمتيني. وعاد هنا زدت في الحي المحمدي كبرت فيه كذا، هادو يعني عشرتي واحد الدار البيضاء راه مغرب مسخر يعني من كل جهات من هنا من هنا، يعني هذا كيخلي تعطي عطاء مغربي ومآمن به وتخلص له. راه خلقك وهذا كذا وداروه في حشمه التمثيل ديالكم تمثيل، يعني كتاخذ مواضيع مغربيه وكدير فيها هذاك هذيك تا مغربيه تبع اخلاقها فهمتي. ما خصكش تفوت، كاين واحد خصك تفرج فيك الصغير والكبير والعائله تفرج، راه كاين هذا كل بيوت الناس نحترمهم. الحاجه اللي كتضرك هي الفرق ديال الحباب. واحد دابا كتكون هاو معاك فيشه، هو سافر معاك، مشى معاك الهند، مشى معاك هنا، مشى معاك واحد الوقيته. كيفاش مصطفى منافع الله يرحمه، السي عمر الله يرحمه، اللوز الله يرحمه، واحد صاحبك طلع معاك عاش معاك الحاره والحلوه باش تخلق تقدا او تبنيها، راه بنيتيها من المعاناه. كنحبوا الجمهور ديالنا وكنحبوا المغاربه كلهم خارج المغرب وداخل المغرب من طنجة حتى القويرة. قول لهم احنا مازال معاكم. احنا ديما معاهم، هذا مغربهم اللي كناخذوا تا مغربيت تنقولوا فيها دائما الله ينصر سيدنا ويدوم على بلادنا الاستقرار والهنا.